باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه طيبين. معلش ما شفتكمش لتراس السنه عشان كان عندنا سهره متوازيه في المبنى الثاني، فيعني افتقدت الشعب السنه دي. المهم كل سنه طيبين. بنعمه ربنا هنبتدي السنه دي بايه، ايه قالها القديس بولس وقالها لمين؟ لأسقف. أسقف ده تلميذه تيمساوس، مش بيقولها لخادم أو بيقولها المخدوم، ده بيقولها لأسقف. بس ليه رجاء جوه الكنيسة محد يشتغل على الموبايل، اللي معاه موبايل وشغل عليه جوه الكنيسة يقفله ويحطه في الشنطة. كنيسة بيت ربنا، بيت عبادة، مش بيت أبدا كلام أو كتابة. نرجع تاني لموضوعنا، الآية اللي قالها القديس بولس وقالها الأسقف. الآية دي بتقول لاحظ نفسك. الآية دي بتقول إيه؟ لاحظ نفسك. وياريت الآية دي تكون شعار للسنة الجاية وتكون شعار لحياتنا كلها. شعار للسنة دي وشعار للإيه؟ للسنين الجاية من حياتنا. الأول هقول لكم إيه أهمية كلمة لاحظ نفسك، وبعدين ألاحظ نفسي على إيه وخلي بالي من إيه. إيه أهمية لاحظ نفسك؟ كلمة لاحظ نفسك يعني واحد واخد باله من خلاص نفسه. كلمة واحد واخد باله. عارفين لما إن في إنسان يقول لك عنده قوة ملاحظة، اللي عنده قوة ملاحظة ده إنسان مفيد قوي لأي مجموعة من اللي حواليه، لأن أول واحد يلقط خطر او يلقط صوت. يعني ممكن نلاقي خمسه قاعدين فواحد فيهم يقول لك ايه؟ متهيألي في ريحه غاز. تقول لا 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 ما فيش ما احنا من بقالنا ساعتين مش مشغلين حاجه على البوتاجاز. لا معلش، في ريحه غاز، والخمسه التانيين مش ملاحظين. بس خلي بالكم لما قمنا اكتشفنا ان كانت في حاجه بتسرب غاز، يبقى الانسان اللي عنده قوه ملاحظه او عنده ملاحظه عاليه بيقدر ينقذ نفسه وينقذ اللي حواليه بسبب الملاحظة العالية. واحد شم حاجة، واحد شاف حاجة، واحد استنتج حاجة، واحد فكر في حاجة، واحد فحص حاجة. معايا؟ يعني ممكن جدا حتى بيبقوا ثلاثة أربعة بيشتروا حاجة، أنت تنقي حاجة وتلاقي عندك بنت من بناتك كده عندها قوة ملاحظة، تقول لك لا ماما خلي بالك فيه فتلة منتوشة في الديل. تقول لي باسم الصليب على عينيكي، بتجيبي التايهة دايما. في ناس عندها كده قوة الملاحظة العالية دي. فكلمة لاحظ نفسك هنطبقها تطبيق روحي، ونقول ان كلمة لاحظ نفسك يعني واحد واخد باله قوي ومدقق قوي من اجل خلاص نفسه. وهنا افتكر حكاية حصلت من 20 سنة تقريبا، من 20 سنة او اكتر شوية بحاجة بسيطة. فاكر حكاية لاحد اسر الشعب عندنا، ان كان في ولد عنده 8-9-10 سنين مش فاكر يعني، يمكن لا كان اكتر من كده، يمكن كان في اواخر اعدادي. فامه لاحظت هو بيذاكر لما بيعمل رقبته كده في حاجة بتطلع من رقبته هنا كده زي حاجة كده. فجابت الاب قالت له الحقيقة. الاب راح بص من شمال، لا ده ما فيش حاجة، ده سن بلوغ وسن نضوج ودي حاجات كده، انت دايما كده. الام مش مطمنة، فضلت تجيب رقبة الولد يمين رقبة الولد، فضلت تلاحظه، والأب بيسخف من وجهة نظرها. الأم من وراه خدت الولد ودته عند الدكتور. الدكتور قال محتاج أشعة وتحليل ومش عارف وإيه 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 وإيه. أول مرحلة. تاني مرحلة محتاج عينة. طلعت نتيجة العينة إنه حاجة مش حلوة، بس نشكر ربنا في أول درجة من الدرجات الأربعة بتوعها. الولد اتعملت له العملية ونجي واتجوز وخلف، وكل ما بشوفه في الكنيسة وهو شايل ابنه البيبي بيناوله أفتكر إن بسبب قوة ملاحظة أمه اديته نجاة واديته حياة. لأن لو كان التشخيص اتأخر 3 أشهر كان يبقى العلاج صعب جدا جدا ويمكن شبه مستحيل. أهو في الحياة الروحية كده، كلمة لاحظ نفسك يعني واحد واخد باله قوي من خلاص نفسه. ده أول معنى في كلمة لاحظ نفسك. واحد صاحي. تاني معنى نطلعه من القصة اللي حكيناها،
ان كلمة لاحظ نفسك دي نصيحة ليا ولحضرتك، لان على قد ما بنلاحظ نفسنا بنكتشف المرض من اوله. يعني ايه بنكتشف المرض من اوله؟ لما واحد يكون صاحي لنفسه، واحد صاحي لنفسه دخل الجيش مثلا او دخل اي مؤسسة حكومية، فمثلا ممكن يكون التعامل في العنبر او التعامل مع الزملاء ملوش علاقة بالنظام الرسمي مثلا للمؤسسة دي، لان الجيش قمة الانضباط، لكن ممكن وهم مع بعض كل العساكر في العنبر بتشتي، وكل العساكر في العنبر كلامها في العادي انها بتحلف في وسط ما بتتكلم. خلي بالكم، ممكن ابص الاقي نفسي قاعد اسمع وابتسم، قاعد اسمع وابتسم، وبعد 5 6 اسابيع ابص الاقي الحلفان في دماغي او الشتمة في دماغي، ابص الاقي نفسي بعد 2 شهر شتمت، بعد 1 سنة من الجيش ابتديت كل كلامي فيه شتيمة وفيه ايه حلفان، وده بقى وضع عادي. الانسان اللي بيلاحظ نفسه اول ما الخطية بيقع فيها مرة واحدة بيمسكها، يعني مسك المرض في اوله واخد موقف حاسم وعلاج صارم بالتوبة، فلحق الغلطة فما تكررتش. مفيش انسان فينا ما بيغلطش. حد موافق على القاعدة دي؟ مين فينا ما بيغلطش؟ كلنا بنغلط، ده احنا كلنا بنغلط كتير قوي قوي، بس في واحد بيغلط وهو مش دريان، ده بنقول له لاحظ نفسك، لانك لو لاحظت نفسك في الغلطه الاولى مش هتعمل الغلطه الثانيه، لكن لو الغلطه الاولى عدت هتكر لاكبر منها وتكر لاكبر منها وهضيع حياتي كلها. فاهميه ان انا الاحظ نفسي، ان انا اكون صاحي خايف على خلاص نفسي، اكتشف المرض من اوله. واحد صاحي، واحد صاحي عارف، عارف بالظبط ايه اللي بيحصل، مركز بصراحه مع نفسه. انتوا عارفين مشكلتنا ايه؟ كلنا مركزين مع اللي حوالينا، صح؟ وعشان كده سهل قوي بنطلع عيوبهم ونطلع اخطائهم. ده احنا ممكن نقع كمان في خطايا سوء ظن، يعني يبقى بنحلل تحليلات كده. يا اخي يا اخي لاحظ نفسك، ما قالكش لاحظ غيرك، لاحظ نفسك مش تلاحظ غيرك. دايما كده كل واحد حاطط عينه على مين؟ على اللي حواليه، لكن مين ده اللي حاطط عينه على نفسه؟ قليلين قوي. فالآية النهارده بتقول لي من فضلك لاحظ مين؟ نفسك. طبعا مسؤوليتي على اولادي ومسؤوليتي على زوجتي بتخليني الاحظهم، بس المهم ان انا اكون بلاحظ مين؟ نفسي. لان في آية كمان صعبة قوي بتقول ايه؟ بتقول جعلوني نطورة للكروم اما كرمي فلم انطره. خلوني ناظر على الحقول، خلوني ملاحظ على الجناين اللي حواليا، والجنينة بتاعتي أنا سرح فيها الدود وسرح فيها الشوك وخنق المحصول كله، وأنا اللي اتسرقت لأن ما كنتش بلاحظ مين؟ نفسي. فالمفروض لما ابتدي ألاحظ ألاحظ مين؟ نفسي أنا قبل ما ألاحظ مين؟ غيري أنا. مشكلة كبيرة قوي، مشكلة كبيرة قوي، مشكلة كبيرة قوي على الأب الكاهن، إن شغلته إن يلاحظ ولاده، وشغلته يلاحظ الكنيسة، وشغلته يلاحظ شعبه. الخوف، كل الخوف ان في وسط الزحمة دي ينسى مين؟ يلاحظ نفسه. وعشان كده جت الرسالة الاولى من 7 رسائل اللي في سفر الرؤية، ان ربنا بيوبخ الاسقف عن طريق يوحنا وبيقول له عارف تعبك في الخدمة وعارف انك لم تكل، يعني في الخدمة 10/10، ولكن عندي عليك انك تركت ايه؟ دي جايين لها، في جايين لها احنا بعد كده في التفاصيل. لكن اللي عايز اقول الحقيقه بتؤكد ان حتى الكاهن ممكن عرضه ان في وسط ما هو بيراعي شعبه ينسى يرعى مين؟ نفسه، وينسى لاحظ مين؟ نفسه. فالايه دي اتقالت لاسقف، وكون انها اتقالت لاسقف يعني الاسقف محتاجها، والكاهن محتاجها، والخادم محتاجها، والشعب كله محتاجها. لاحظ نفسك. طيب تعالوا بقى نتكلم مع بعض كده في شوية كلام عملي، ونسأل نفسنا سؤال، نلاحظ نفسنا في ايه؟ اول حاجة علشان الاحظ نفسي، ما احنا هنتكلم بقى ازاي عمليا الاحظ نفسي، لابد من تحديد اوقات محددة استفرد فيها بنفسي علشان الاحظها واحاسبها. لازم احدد وقت.
قد تكون بعض المناسبات الكنسية زي نهاية السنة، بداية السنة، بداية النيروز، بداية الصوم الكبير، بداية صوم الرسل، بداية صوم العذراء، بداية صوم الميلاد، كل الفقرات دي حلوة. الأحلى يعني أتمنى إن يكون تدريب ليا وليكم، إن الإنسان يكون بيحط في الجدول بتاع الأجندة بتاعته، سواء دلوقتي كل الموبايلات بقت عليها أجندة وعليها نتيجة، يحدد يوم على الأقل مرة كل شهر، مرة كل شهرين، بس على الأقل لازم يقعد يلاحظ نفسه، يلاحظ نفسه. فتحديد وقت مهم قوي. كان يقولوا على أبونا بشوي كامل متنيح، القصة دي سمعتها من نيافة الأنبا يؤنس أسقف دلوقتي أسيوط الحالي، نيافة الأنبا يؤنس حكى لنا مرة قصة حلوة قوي. قال إن أبونا بشوي كامل أول ما اترسم عمل نظام. إيه النظام ده؟ إن كل 5 أسابيع الأسبوع السادس يختفي في الدير. صوروا بقى أبونا بشوي بقى، ده الناس كانت، أبونا بشوي ده كان فاكهة أول ما طلع في الكهنوت في اسكندرية. صوروا الناس كانت بتدور عليه بالملقاط، كل الناس عاوزة تشوف أبونا بشوي وتحكي مع أبونا بشوي وتكلم أبونا بشوي، راجل جميل. ناس شافت فيه خادم روحاني، كاهن روحاني بيحب المسيح، فالناس كلها عاوزاه. هو لقى نفسه هيضيع، خاف، خاف قوي ان الخدمة تسرقه من انه يلاحظ نفسه. فكان يروح كل 5 أسابيع الاسبوع السادس يقعدها في دير. بس بيني وبينكم الخدمة وزحمتها ما سمحتش انه يكمل كده، فعمل نظام تاني ان بقى كل اسبوع ياخد يوم. وكان عنده مفتاح في المدافن، وانت داخل اسكندرية كده في مدافن الأقباط على اليمين، يعني بعد ما تطلع من طريق الصحراوي، مش عارف اسمها مدافن ايه، انا مش عارف، انا مش في اسكندرية. لكن كان يروح ناس كده عندهم مدفن، عاملين فيه مبنى كده وعاملين فيه اوضة، واخد الكتاب المقدس، واخد الأجبية، واخد الأبصال المضية، واخد نوتة فاضية. كل شغلته 1 يشبع بربنا، 2 يقعد يلاحظ نفسه. انا بعد شهر واتنين من الكهنة، انا بعد كذا حصل، انا بعد ايه حصل كذا، ودي جاية في النقطة التانية. يبقى اول قاعدة في ملاحظة النفس، لابد انك انت تقعد مع نفسك وتلاحظ ايه نفسك في فترة محددة. ياريت ياريت ترسى انه تبقى على الاقل 10 أعداد في السنة. لو عملنا كده هنكتشف المرض المبكر، هكتشف انا فين. زي بالظبط عاوز أقول لحضرتكم مثلا، صوروا يا جماعة أنا مسافر واخد العربية وطالع الصعيد، وأنا أول مرة أدوس في الصعيد وأمشي في الصعيد، وفي طرق كده بقى يقولك الطريق الشرقي والطريق الإبلي وطريق تفريح معرفش. وبعدين وأنا ماشي عندي شك، أنا عندي شك إن أنا إيه ممكن أكون تهت. صوروا، فوقفت وسألت واحد تاني الحقيقة قال في احتمال أكون تايه بس كمل. بعد ما مشي 100 كيلو قالوا له انت كنت غلط. يبقى مين اذكى، اللي قعد وسال ولا اللي كمل؟ اللي كمل اسوأ في تصرفه. ليه؟ لان هو هيضطر يرجع 100 كيلو ويمشي 100 كيلو تانيين، صح؟ فاللي بيكتشف حاله بدري بيعرف يصلح بدري، واللي بيتجاهل ان يلاحظ نفسه العلاج بيبقى اصعب لانه بقى متاخر زي ما حكينا وكررنا. تاني حاجه، اكتب شويه اسئله. السؤال الاولاني في القعده بقى اللي انا حددتها مره كل شهر، يا ترى ايه اللي اتغير في افكاري؟ ايه ايه اللي اتغير في افكاري؟ هل افكاري زي الاول، ولا افكاري بنعمه ربنا من ساعه ما جيت الكنيسه وارتبطت بيها بقت افضل، ولا افكاري بالرغم ان انا موجود جوه الكنيسه بقت اسوأ؟ انا عايز افحص افكاري دي، انا بفكر في ايه. افحص نفسك بامانه، لان اوقات كل واحد فينا عنده صندوق اسود ما بيحاولش يفتحه عشان ما يفضحش نفسه، فيفضل دفنه، وطول ما هو دفنه هو الخسران، لأنه هو الوحيد اللي مش بيعالج نفسه. على سبيل المثال صندوق مثلا في الأفكار كده،
أنا وأنا كنت صغير الفلوس كانت بتهمني أكتر ولا دلوقتي الفلوس بتهمني أكتر؟ ده أنا يمكن وأنا صغير كانت ظروفي أصعب وما كنتش عارف أتجوز إزاي، وكانت الدنيا سودة وما كانش معايا فلوس كتير، وقلت يا رب اتصرف وربنا شالني واتصرف واتجوزت وخلفت. دلوقتي في حاجة غريبة قوي، الفلوس ممكن تكون زادت في ايدي وبقيت ماسك فيها اكتر، وبقيت اقول قدام الناس الفلوس دي اخر حاجة افكر فيها. والحقيقة فكري دايما كل ما انا بسرح وماشي في الشارع قاعد اتكلم في الفلوس. الشهادات بقت 12.5%، طب انا كان عندي ب 11.5%، طب ابيع واشتري ولا ما اشتريش؟ انا مش عارف. طيب اخليهم دولارات احتياطي ولا اخليهم مش عارفين؟ في ايه اللي حصل لي؟ ايه اللي حصل لي؟ انا عمري ما كنت كده، ليه بقيت كده؟ افحص فكرك، فكرك بيفكر في ايه؟ هل افكار السلام تتناسب مع وجودي في الكنيسه ولا افكار القلق بقت خانقاني؟ وهموم الحياه وتعظم المعيشه، لازم افحص افكاري. افكاري زمان كانت واضحه زي السيف، اقول اهم حاجه المبدا، انا لو على رقبتي مش هكذب. دلوقتي الحقيقه افكاري بقت مرنه جدا، اصل هو مش كذب قوي، يعني هو مش كذب، هي حكمه ملفوفه بال لا كذب. هي كذب، انت يعني ليه هتحاول تلف وتدور وعلشان تتكلم وتبرر افكار؟ انا افكاري بقت شكلها ايه؟ افكاري اتغيرت، افكاري اتغيرت. للاسف بنات لوط من كتر ما عاشوا في سدوم وعموره افكارهم بقت زي افكار سدوم وعموره، وانتوا عارفين خطيتهم ايه؟ ان اغتصبوا ابوهم بعد كده. ايه ده؟ أتاري الأفكار بتتأثر بالناس اللي أنا عايش معاهم. في مرة من المرات قابلت واحد بيشتغل في شركة من شركات الاستثمار اللي بتدفع كتير قوي، ودول ناس كده إن كل أصدقائه اللي في الشغلة دول ناس عايشين بمستوى معين وبطريقة تفكير معين. يعني مثلا اكتشف إن كل الناس مثلا من أخواتنا وحبايبنا اللي عايشين معانا في مصر، مثلا أخواتنا المسلمين اللي معاه في الشركة ما حدش بيصوم خالص، بالرغم ان طبعا احنا عارفين اخواتنا متمسكين جدا باصوام، فما حدش بيصوم خالص. وبعدين بص مثلا لقى ان الناس دي كلها بتشرب والناس كلها مش، وبعدين لما جت سيره ربنا لقى الناس كلها ملحدين، كلهم مش فارقه بقى مسيحي مسلم، هم في وسط معين احنا بنعيش ليومنا، لما نموت يحلها ربنا. مش يمكن القصه دي تطلع كلها فبركه؟ لا في حاجة اسمها ربنا ولا جحيم ولا فردوس ولا جنة ولا نار، ده كل دوت حاجات كده في دماغ الناس. المهم مش هدي القصة، القصة ان هو جه بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا ابونا ما حبيش عليك انا بشك. قلت له بشكوا في ايه؟ قال لي في وجود ربنا. قلت له بشكوا في وجود ربنا؟ بشكوا في وجود ربنا؟ انت الحرب دي مبتدية وعندك قد ايه؟ قال لي الحقيقة هو في الأول أنا كنت بقول إزاي دي ناس كده، وبعدين بقيت بقول الناس دي لطيفة، وبعدين بقول الناس دول برضو عندهم منطق وناجحين في حياتهم، وبعدين بقول الله فسمعت لهم، فابتدت الحرب تزيد. قلت له يعني الحرب ابتدت تزيد بقالها قد إيه؟ قال لي مثلا 9 أشهر 10 أشهر. قلت له جاي النهاردة تقول لي إنك واقع في الشك؟ واخدين بالكم من المشكلة؟ المشكلة فين هنا؟ المشكلة انه ما فحص فكره، لان لو كان بيفحص افكاره كان عرف الانحراف اللي دخل على فكره، وكان اخد قرار، كان على الاقل جري الاب اعترافه. لكن انا فضلت مستني وسمحت انسان يلعب في دماغي، لدرجة انا بقى عندي دلوقتي كونفيوجن او عندي لخبطة، ايه الصح وايه الغلط؟ انا مش عارف. ما يمكن هما اللي صح، يمكن هما اللي صح. إيمان استلمه من أولى ابتدائي في الكنيسة بالحقيقة، نؤمن بإله واحد، بقى دلوقتي يقين؟ ما بكاش يقين، ده بقى موضوع للشك. عارفين ليه؟ لأنه ما كانش بيفحص فكره. فجيد أن الإنسان يفحص فكره. افحص فكرك، افحص فكرك. طيب
يبقى أول حاجة تلاحظها هي إنك تلاحظ إيه؟ الفكر وتفحصه كويس. تاني حاجة لاحظ مشاعرك. ولاحظ مشاعرك دي عاوز أخد راحتي فيها شوية معاكم. ليه؟ يا ترى مشاعري ناحية ربنا بتزيد ولا بتضعف؟ أنا زمان وأنا بعدي الشارع كنت أحس إن ملاك الحارس ماسكني وبيعدي بيا، وكنت حاسس إن أنا بصاحب الست العذراء قوي، وكان عندي وأبو الأنبا بشوي في ده وادي النطرون، ده حاجة حلوة، يا ده صديقي، ده حبيبي. وطبعا بقى المسيح بقى يا، وكنت أسمع قصة الصليب الدموع تنزل من عينيا. إيه اللي حصل لي مع الوقت؟ يا ترى مشاعري ناحية ربنا بتنمو وتزيد ولا بتقل وتبهت وتموت؟ يا ترى وانا واقف في الصلاة احمل مشاعر حب لله ولا اردد الكلام باطلا؟ المشاعر دي لازم تتفحص. ما انا خايف اكون كما لقوم العادة، انا خايف ان انا اكون بطول الصلاة لعلة ومش حاسس بولا حاجة. طب انت مش حاسس بقالك قد ايه؟ صدقني بتاع 7-8 سنين مش حاسس. 7-8 سنين مش حاسس؟ ده انت كنت المفروض تلاحظ مشاعرك، لانك لو كنت لاحظت مشاعرك كنت عملت زي البنت او الست اللي انقذت ابنها من الورم اللي في رقبته. فين مشاعري؟ في تعزيه في الصلاه؟ يعني ايه تعزيه؟ في سلام في الصلاه؟ مش قوي يعني. طب في خناق مع ربنا في الصلاه؟ لا يعني عادي، يعني وكله عادي 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 عادي. صوروا انتوا، اصل الستات عاطفين هيفهموا الكلام ده، صوروا واحده ست كده مشتاقه لزوجها فبتقول له انت بتحبني؟ لا عادي يعني. لا يعني لما 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 انا هموت، يعني لما انا هموت هتحزن عليا؟ عادي يعني، ممكن 3-4 عادي يعني عادي يعني. يحصل فيها ايه الست؟ تتعب جدا تتعب جدا. او تتصوروا ربنا بيدور على المشاعر اللي احنا نحملها في قلبنا ناحيته، بيقول لي انت في القداس حاسس، انت طب انت في الكنيسه حاسس بيه، طب انت في بيتك في مخدعك حاسس بيه؟ عادي يعني عادي يعني. ده أتاري المشاعر ماتت من زمان. يا ريتني كنت بلاحظ نفسي اول باول. اللي بيلاحظ نفسه ناوي يرجع لاب عتبه، ابونا انا عندي فتور في مشاعري، عندي جمود في عواطفي، انا قلقان. ابونا هيقول له طب بص صلي بالراحه، اعمل مطانيه، وانت بتقول قدوس الله قدوس القوي، لو انت حافظ اجيوس اجيوس قولها مره باليوناني، يعني قولها اجيوس اوسي اوس، غير شويه في الريتم، تعرف تقول ترنيمه، ايه انت اكتر ترنيمه بتحبها، ايه اكتر مزمور بتحبه، تقدر تطلع ايه من الكتاب المقدس وطول النهار ترددها في قلبك، تقدر طول النهار وتقول له يا رب انا عاوز احبك 1 على مليون من اللي حبك القديسين بيه، بس لازم احبك، عاوز احس بيك. يبقى انا لو بلاحظ مشاعري هعرف انقذ نفسي. قاعده واحده، هتلاحظ هتكتشف هتعالج. لكن انا ما بلاحظش نفسي. يبقى لاحظ نمره 1 فكرك، 2 لاحظ ايه مشاعرك. ثلاثة او أربعة احفظوا انتوا وتابعوا بقى. لاحظ كمان ايه اتغير في تصرفاتك. يعني ايه اتغير في تصرفاتك؟ اوقات كتيره قوي في حاجات اتغيرت، تلاقي واحد كده ربنا بعته يقول لك على فكره يا فلان انت اتغيرت، انت ما كنتش الانسان البسيط بتاع زمان، احنا كنا نقول لك ان فلان غلط تقول يا عم سامح، ما احنا لازم نسامح، ما احنا لو ما غفرناش ربنا هيغفر ليك. انت في حاجه في تصرفاتك اتغيرت. اخر مره بنقولك ان فلان غلط تقولك لا ده احنا نكسر رقبته. من امتى جبت القساوه دي؟ ايه اللي حصل جواك؟ ايه اللي اتغير في تصرفاتك مع الناس؟ انت زمان كنت هادي قوي، مالك بقيت اجريسيف وبقيت تخبط وتجرح وقلبك بقى قاسي؟ ربنا ممكن يبعتلي، لان عارف ان انا ما بفحص نفسي وببرر تصرفاتي. يمكن لما 1 و2 و3 احفظوا القاعده دي، لو 1 و2 و3 في اسبوع واحد لفتوا نظرك لحاجه واحده، او انت غلطت 3 غلطات في يوم واحد او في اسبوع واحد وحد لفت نظرك، اعرف ان دي رساله موجهه من الله. ما ينفعش اعمل زي النعامه واحط راسي في الارض.
لاحظ تصرفاتك. تيجي ماما كده تقولك بابا مالك، انت طول عمرك بتفتح صدرك للولاد، مالك بقالك اسبوعين ثلاثة كده كل ولد يجي يسألك في حاجة يا اما تشخط فيه يا اقول له مش فاضي يا تكسر نفسه، في ايه؟ في حاجة مضايقاك يا بابا؟ اسمع اسمع، لان يظهر ما بقناش نلاحظ تصرفاتنا، بقينا بالعكس بنعمل تصرفات غلط ونبررها. يعني انا ابقى مشدود، اتعصبت على واحد او ضايقت واحد، فبعدين حد صوت ربنا يقول لي انت ضايقت فلان، انت اتعصبت، انت اتضايقت، انت كنت مشدود، ارد اقول هو اللي استفزني. لا لا، انت مالكش دعوه بغلطه، انت ليك دعوه بغلطه. افحص افكارك، افحص مشاعرك، افحص تصرفاتك. في حاجه اتغيرت في تصرفاتي، في حاجه اتغيرت في تصرفاتي. في ناس كتير هنا في مصر قبل ما يروحوا المهجر كانوا مثل وايقونه، تخش البيت تلاقيه كنيسه، لما راحوا هناك افكارهم اتغيرت ومشاعرهم اتغيرت وتصرفاتهم اتغيرت، لدرجه انا في احد المره الزيارات لقيت وانا بزور بيوت، في بيوت كتير قوي بقت حاطه ازايز مش المفروض تتحط، يعني انا استعجبت ان الا يعني لو هو كان كده في مصر وبقى كده هناك ما خلاص بقى، لكن كان هنا فيري كونسرفتيف او محافظ جدا، وهناك لما لقى ناس كتير بتعمل كده عمل زيهم. في حاجه اتغيرت في تصرفاتك، في حاجه اتغيرت في افكارك، في حاجه اتغيرت في مشاعرك. مش هعرف اجيبها الا اذا رجعت للايه تقول لي لاحظ نفسك، من فضلك لاحظ نفسك عشان تمسك الموضوع في اوله. وفي مشاعري وفي تصرفاتي، علاقتي مع الناس وخاصة اللي بيشتغلوا بأشغال مختلطة من حضراتكم، يعني الشغل مختلط وممكن بيبقى الجو يعني سبور شوي، وفي مجاملات ملهاش لازمة بقت النهاردة بين الرجالة والستات جوه الأشغال. احنا رايحين نشتغل، ممكن تكون كلمة لطيفة كل سنة طيبين، كل سنة طيبين، كل سنة طيبين، كل سنة طيبين وخلاص يعني، لكن اوقات المجاملات بتبقى فيري بيرسونال. لاحظ نفسك ولاحظ مشاعرك ولاحظ تصرفاتك. هل في واحده معينه في الشغل ببقى جنتل معاها زياده عن بقيه زمايلي؟ او ابتديت الاحظ في مشاعري انها لو يوم غابت ببقى قلقان كده وعاوز اطمن عليها، حتى ان دي اختي، اختي بخاف انا من اختي دي اللي تبتدي باختي دي، ما اعرفش هتقلب ايه بعد فتره. دايما تبتدي اختي، واخدين بالكم؟ وهي برضو نفس الموضوع نفس القصه. طيب انا بلاحظ نفسي، بلاحظ عند اول درجه من تغيير في كميه المشاعر جوايا ان في حاجه مش طبيعيه، ولا انا مكمل؟ لاحظ نفسك، لانك لو لاحظت نفسك هتلحق نفسك. القاعده واحده، انا وانتم محتاجين كده في كل احوالنا. يبقى لاحظ ايه؟ اتفقنا؟ افكاري، مشاعري، تصرفاتي. بقيت غضوب وانا بسوق؟ طول عمرنا بنسوق، وطول عمر السواقه في مصر الحقيقه يعني عايزه معجزات يعني عشان توصل مكان يعني. طب يعني ايه اللي حصل؟ بس انا ليه بقيت عصبي؟ وليه بقيت اشتم؟ وليه بقيت مش طايق نفسي؟ وليه بقيت اخبط في كل حاجه؟ لا، لاحظ، لاحظ نفسك، لاحظ نفسك. نقطه كمان، في كلمة لاحظ نفسك، لاحظ نفسك هنغيرها بقى، نزود حتة، نقول ايه؟ لاحظ كمان من حولك بقى، يعني تعديل نقول ايه؟ لاحظ نفسك، لاحظ نفسك، لاحظ نفسك، لاحظ من حولك. يعني ايه لاحظ من حولك؟ اوقات كتيرة قوي 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 انا ما باخدش بالي كراجل منحسر في اهتماماتي ان مراتي ممكن تكون محتاجه مني حاجه، ولا ايه متضايقه كده، وانا اقول متضايقه، فيقولوا لي متضايقه ليه؟ اقول لهم اصل هم كل الستات كده نكديين، مش كده؟ انا بستسهل، بالرغم ان انا لو لاحظت انها متضايقه ممكن اكون انا السند اللي ربنا اداهولها علشان انا اشيل عنها ضيقها. يبقى أنا هنا ملاحظتي ملاحظة إيجابية. لاحظ اللي حواليك مش بروح الإدانة، لاحظ اللي حواليك بروح الحب وروح الاهتمام وروح الإصلاح، عشان ما بقاش أناني ومنحسر في نفسي. لازم كمان نلاحظ أولادنا،
نلاحظ أولادنا، إحنا بنكتشف بنكتشف مشاكل قوي بتجيلنا، وبيبقى لسان حال الكنيسة الأسرة كانت فين في السنين اللي فاتت لغاية لما الولد وصل للمستوى ده. وأول ما تحصل مشكلة تعالوا يا كنيسة، انتوا لا بتفتقدوا ولا بتهتموا، ويبقى البنت متربية متدلعة طول عمرها والولد متربي متدلع طول عمره، ونتصل بيه ونبعت له حد عشان يجيبه وهو مش عاوز يجي، بس المشكلة في الكنيسة، مشكلة في الكهنة، مشكلة في اجتماعاتكم الوحشة اللي مش جذابة. الحقيقة احنا لاحظنا أولادنا بيخرجوا مع مين، بيصاحبوا مين. عجبتني الأم اللي لاحظت الورم، بس الأم اللي بتلاحظ عين ابنها وتصرف بنتها أهم. لازم ألاحظ اللي حواليا عشان أنا ما أكونش معسر ليهم، وأحاول أكون إيد عون ليهم. بمعنى إيه؟ بمعنى يعني ممكن نتكلم في حاجة تطبيقية شوية أكتر. عجبني موقف. إيه عجبني موقف؟ موقف حكاء أبونا في اليوباتير مرة ليكم هنا في اجتماع عشية وأنا سمعته، ولقيت ناس كتير قوي بتطبقه، فأنا هقول لكم الموقف ده كله إيه. أب عرف إن ولاده في تاني إعدادي وتالت إعدادي بغير أبونا يعني، بس أبونا عمل نفس الكلام الحقيقة. قال لهم إيه؟ قال لأولاده إيه؟ طبعا هم خلاص بقى عندهم سمارت فون وعندهم واتساب وعندهم يوتيوب وعندهم الحاجات دي بتاعت التكنولوجيا. فالأب قال لهم بص يا أولاد، إحنا في البيت هنا عندنا سياسة واحدة. يعني إيه سياسة واحدة؟ أنتوا شايفين بابا عامل باسورد على الموبايل بتاعه؟ لو بابا عامل باسورد على الموبايل بتاعه ومش مديها لماما أو مديها ليكم، يبقى بابا عنده حاجة عاوز يخبيها، يا عن ماما يا عنكم. وعشان أنا بابا القدوة، الموبايل بتاعي مفهوش باسورد واللابتوب بتاعي مفهوش باسورد، وبالتالي ماما ما عندهاش باسورد، ولو عندها باسورد عشان محدش من الشغل يلعب في الموبايل بتاعها، أنا عارف الباسورد وانتوا هتعرفوا الباسورد، وأي حد فيكم مش هيكون ليه باسورد على الموبايل بتاعه، ولو عملها هيعملها عشان اللي بره، لكن كلنا هنكون عارفين الباسورد بتاعت بعض. وعلشان نسهل على بعض، ايه رأيكم ما نتفقوا على باسورد واحدة لينا كلنا، أو بين كود لينا كلنا، فإحنا كلنا ما عندناش حاجة نخبيها على بعض. اللي عاوز يخب ويقفل معناه بيفكر إنه يعمل حاجة إيه غلط، لكن اللي فاتح وما بيعملش حاجة غلط مش فارق. اللي بيقفل على نفسه بالمفتاح هو اللي عاوز يعمل حاجة غلط، لكن ما بيعملش حاجة غلط مش متضايق ان اي حد يفتح عليه في اي وقت. وخدوا الاستراتيجي دي. يبقى هنا اب وام واعيين عايشين وصية لاحظ نفسك ولاحظ اهل بيتك، لان دمهم هيطلبوا من ايدينا احنا. والاهالي النهاردة اسف سامحوني، بقت اضعف من اولادها، لان بتدي اولادها حقوق من غير ما تعمل كنترول على الحق. فالولد يبقى في ثالثه اعدادي يقول لك مش من حقك تفتحي دولابي. لا يا حبيبي، ما فيش حاجه اسمها كده. احنا ما عندناش حاجه نخبيها. حاجه الوحيده اللي بنقفل عليها ممكن تكون الفلوس يا ابني عشان ما حدش يسرقها، لكن غير كده كل البيت لينا. وانت بتفتح الثلاجه باذن، ما بتفتحش لما تكون عطشان، بتفتح التلاجة وتشرب، وانا بفتح التلاجة من غير اذن. يبقى ليه الحاجات الصغيرة دي هنحط عليها باسورد؟ يبقى هنا انا كده لاحظت مين؟ لاحظت نفسي، ولاحظت كمان اهل بيتي. اخر نقطة اختم بيها، الغرض من الملاحظة ايه؟ انا لاحظت نفسي، لاحظت مشاعري، ولاحظت أفكاري، ولاحظت تصرفاتي، ولاحظت مستوى محبتي لربنا بيزيد ولا بيقل. مطلوب مني إيه بعد كده؟ أقول لكم مطلوب مني إيه. مطلوب مني قرار. مش المفروض إن أنا ألاحظ نفسي وأحط إيدي على خدي أقول يا أنا بقيت وحش قوي 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 قوي. كويس إنك أمين واكتشفت الغلط فين. لكن القعدة دي لو ما طلعتش منها بقرار
يبقى احنا ما عملناش حاجة. انا علاقتي مع ربنا تدهورت، الانجيل اهملته، الصلاة بقت تقيلة على قلبي، لازم الاقي علاج. لان الغرض من الملاحظة انك انت ايه تعالج. تتصور ان مثلا بطلب من حضرتك تقعد تعمل تحاليل، فجبت لي التحاليل وانا دكتور رحت بصيت في التحاليل قلت ورميتها وروحت، يبقى عملنا حاجة؟ يبقى الغرض من ملاحظة النفس ان الانسان يوصل لقرارات روحية، قرار انه يبطل حاجة او يحاول يجاهد ضد حاجة او يرجع لحاجة كانت حلوة وسابها او يحاول يبعد عن حاجة وحشة معطلة علاقته بربنا. يبقى كلمة لاحظ نفسك، اراجع تاني عشان خلصت، نمرة واحد لكل الناس مش كده؟ الغرض منها ايه؟ ان انا الحق المرض في اوله. طيب الاحظ نفسي ازاي؟ واحد، احدد وقت محدد. اتنين، افحص افكاري. تلاتة، افحص مشاعري. اربعة، افحص تصرفاتي مع الناس اللي حواليا. والغرض من القعدة دي بتاعت كلمة لاحظ نفسك انك في الاخر خالص توصل بيه قرار للتصحيح، وإلا يبقى القعدة دي ما عملناش منها حاجة. ربنا يديني ويديكم في السنة دي ان فعلا نفتكر كل فترة كلمة لاحظ نفسك، علشان الإنسان يلحق دايما أي حاجة وقعت منه يلقطها بسرعة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.